تاني جدا. الحقيقه هي دي طبيعه العلاقه، والاهلي دايما عنده احترام شديد جدا للاشقاء في الجزائر، ويلقى دائما كل هذا الترحاب والتقدير من الجماهير الجزائريه ومسؤول الرياضه في الجزائر. عشان كده هنروح للجزائر ومعنا من هناك الزميل الاستاذ خالد معزوزي الاعلامي بالتلفزيون الجزائري عبر سكايب. استاذ خالد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء النور استاذ ابراهيم، تحيه لك وللاستاذ عدلي ولكل القائمين على قناه الاهلي ولكل مشاهدي هذا القناه. نسعد دايما بالتواصل معاك، ويا ريت تقول لنا اجواء المباراه زي ما انت عايشها عندك، ومدى جاهزيه شباب بالوزداد، ورؤيتك للاهلي ايه؟ هي مواجهه مرتقبه اكيد استاذ ابراهيم، لان الامر يتعلق بمباراه الجوله الرابعه الحاسمه تقريبا، لان ترتيب المجموعة يفرض هذه المعطيات. يعني تقارب كبير بين الفرق، الأهلي بخمس نقاط، يونغ أفريكانز التنزاني بخمس نقاط، شباب الوزداد بأربع نقاط يسعى للفوز واعتلاء الصدارة، أو على الأقل تجاوز الأهلي وليصبح بفارق نقطتين عن الأهلي بعد التعادل في مباراة الذهاب، يعني بصفر مقابل صفر. شباب الوزداد أكيد ليطمح لمواصلة المغامرة الإفريقية والعبور من دور المجموعات يجب عليه الفوز. شباب الوزداد يعني نتائجه جيدة في الدوري، أي نعم هو في المركز الثاني خلف مولودية الجزائر، ولكن يبقى مستعد كما ينبغي لهذه المواجهة. حتى من ناحية الإقبال الجماهيري أكيد هناك إقبال وشغف كبير عشية هذه المواجهة. نتصور أن ملعب 5 جويليا سيكون ممتلئا عن آخره بمناسبة هذه المباراة الكبيرة والكلاسيكو، يعني بين فريق جزائري وعملاق مصري. أكيد دائما المباريات الجزائرية المصرية عندها نكهة خاصة بغض النظر عن وضعية الفريقين، ولكن حتى في إطار التنافس أكيد هناك تنافس كبير بين الفريقين، أو حتى لنقل بين جميع فرق المجموعة، لأن تقارب المستوى يفرض نفسه في هذه المجموعة، وبالتالي ظروف المباراة وحتمية الفوز بالنسبة لشباب الوزداد أو حتى بالنسبة للأهلي المصري تفرض وتؤكد بأن هذه المباراة ستكون كبيرة جدا من جميع النواحي جماهيريا وحتى فنيا. تصنيف نادي شباب الوزداد من ناحية الشعبية والجماهيرية، لأن ده شيء لا علاقة، بتدينا إحساس الشارع الجزائري بالمباراة عامل إزاي، يرتب إزاي من ناحية الجماهيرية؟ أكيد شباب الوزداد عنده قاعدة جماهيرية كبيرة أستاذ عدلي، لأن الأمر يتعلق بفريق عريق، أي نعم مر ببعض فترات الفراغ، ولكنه مؤخرا عاد بشكل ممتاز جدا. هو بطل الجزائر في المواسم الأربع الأخيرة، عنده ألقاب، هو من بين أفضل ستة أندية جزائرية على مر التاريخ، لم يسبق له تتويج قاريا، هو في رحلة البحث عن أول نجمة إفريقية، ولكنه فريق من حي بلكور يعني انطلق إلى جميع ربوع الجزائر، عنده شعبية لأن العديد من النجوم مروا على هذا التاريخ، بداية من جيل الماس وكلام، وفي الستينات يعني كان يسمى بالشباب الكبير، وبعدين جاء أيضا جيل بداية الألفية مع باجي مزور علي موسى وغيرهم من النجوم آنذاك في المنتخب الجزائري والنادي، حتى أنه التقى آنذاك مع الأهلي المصري وفاز الأهلي بهدف إبراهيم سعيد عام 2001 في دور المجموعات بملعب 5 جويليا. ولكن الظروف الآن مختلفة، الشباب يبدو أجهز، هو في ثوب البطل، يعني هناك التفاف جماهيري حول النادي، الفريق هناك يعني تشبع على مستوى البطولة الجزائرية، هو متوج بأربع مرات، يعني صار يمتلك لقب البطولة يعني في جعبته في المواسم الأخيرة، احتكر المنافسة على اللقب. ولكن الحلم بالنسبة لشباب الوزداد، وبالنظر للإمكانيات الموفرة، بالنظر لنوعية التعداد، بالنظر لقيمة المدرب أيضا كارلوس باكيتا، بالنظر لكل الأسماء المتواجدة في النادي، أعتقد بأن الآن الطموح ليس فقط بطولة الجزائر، وإنما التحقيق لقب إفريقي يمر عبر المرور من دور المجموعات، ثم تجاوز هاجس أو يعني عقدة ربع النهائي التي لزمت الفريق في المواسم الأخيرة. في كل مرة شباب الوزداد يصل إلى ربع النهائي ثم يقصى بطريقة في كل مرة يعني غريبة، ولكن الهدف بالنسبة لشباب الوزداد، بالنسبة لأنصاره أيضا، الحلم مشروع بالنظر لتركيبة الفريق، يعني فريق اللي عنده لاعبين دوليين، تركيبة تقريبا النواة الأساسية للمنتخب الجزائري المحلي الذي بلغ نهائي الشان العام الفارط، بالإضافة إلى التدعيمات النوعية للفريق، بن عيادة، عدلان قديورة، رئيس مبولحي، ولو أن رئيس مبولحي سيكون غائب، ولكن الفريق لديه الزاد البشري والإمكانيات المادية والفنية
ليكون منافسا شرسا على المنافس الافريقي، وبالتالي هناك شغف جماهيري كبير يسبق هذه المباراه الثلاثه. يعني هذا الشغف هل ينفع نقول ان فيه اقبال جماهيري من جماهير الناديين بمباراه الغد؟ يعني في احساس او مؤشرات بتقول حجم الاقبال الجماهيري عامل ازاي على المباراه؟ أكيد سيكون هناك طبعا الأنصار يقتنوا التذاكر عبر منصة تذكرة الجزائرية، يعني عبر الإنترنت هناك إقبال كبير، تقريبا تذاكر نفذت، حتى أنه أستاذ عدلي في المباريات الإفريقية يعني من يتنقل إلى الملعب ليس فقط أنصار شباب الوزداد، شخصيا يعني كل من يحب الرياضة أكيد يتمنى حضور مواجهة كبيرة بين شباب الوداد والأهلي المصري. شخصيا حضرت العديد من المباريات لما يكون الأهلي المصري حتى في ثوب المناصر، رغم أني شخصيا حب شبيبة القبائل، ولكن مثلا في 2011 كنت في المدرجات لما لعب الأهلي المصري في سهرة رمضانية أمام بلدية الجزائر. هناك يعني الأهلي المصري ليس بالفريق العادي بكل صراحة، هو بطل إفريقيا عملاق يملك شعبية كبيرة هنا في الجزائر، وبالتالي أتصور أن أنصار الأندية الأخرى أكيد سيكونون في الملعب أولا لمشاهدة هذه المباراة الكبيرة، لمشاهدة نجوم الأهلي، لمشاهدة نجوم الفريقين، وأيضا لمؤازرة النادي الجزائري أكيد في هذه المهمة الصعبة، وبالتالي أعتقد بأن كل من يعشق كرة القدم يتمنى أن يحضر هذه المباراة. هل وجود باكيتا البرازيلي كمدير فني للوزداد وهو المدرب السابق للزمالك، سبق له العمل في القاهرة ويعلم الأهلي جيدا، شايف مدى التأثير ده ومدى الاستقرار الفني اللي بيعيشه فريق بلوزداد؟ أكيد شاهدنا دور باكيتا في مباراة الذهاب، يعني بكل صراحة تفوق تكتيكيا على كولر بشكل واضح، الشباب كان الأقرب للفوز في تلك المباراة رغم السيطرة نسبيا يعني من طرف الأهلي في المرحلة الأولى، ولكن شباب الوزداد ضيع أخطر الكرات خاصة فرصة بوصوف في نهاية المباراة، ولهذا أتصور بأن باكيتا لديه ما يقدمه تكتيكيا، كانت له تجربة قبل عامين في الفريق، يعني تجربة ناجحة أقصي بصعوبة كبيرة بظلم تحكيمي أمام الوداد البيضاوي المغربي في ربع النهائي، ولكن الآن الشباب أجهز، باكيتا لا يريد تكرار أن يعيش نفس السيناريو، أكيد هو يريد أن يذهب بالشباب بعيدا في المنافسة القارية، عرف من أين تؤكل الكتف في مباراة الذهاب، سير الفريق كما ينبغي يعني بمنظومة لا نقول دفاعية ولكن واقعية. الآن المشكل أستاذ إبراهيم أستاذ عدلي أن شباب الوزداد سيكون مطالبا بالفوز، هنا تكمن الصعوبة، لأنه شباب الوزداد ربما أحسن لما يكون ينتظر المنافس يلعب على تحولات هجومية سريعة، ولكن في مباراة سهرة الغد بحول الله سيكون مطالبا بصنع اللعب، بقيادة الهجمات، بالهجوم، بالضغط العالي ربما على فترات على الأهلي المصري، وهنا تكمن الخطورة لأن دفاع شباب الوزداد ليس بتلك القوة لما يلعب بدفاع متقدم، يجب أن يلعب على تقليص المساحات بين الخطوط، هناك أمور كثيرة يجب أن يدرسها باكيتا، أكيد هو ملم بالأمر لأنه باكيتا أعود إلى تجربة مباراة الوداد في ربع النهائي قبل موسمين، وجد صعوبات أكبر في عقر ديار لما كان مطالبا بصنع اللعب وانهزم في ملعب 5 جويلية الأولمبي بهدف لصفر، في مباراة العودة كان أفضل، باكيتا يحسن تسيير مباريات خارج الديار، يعني يحسن يعرف كيف يعود بالنقاط، يعرف كيف يكون واقعيا، ولكن في مباراة الأمس أعتقد أن في مباراة الغد عفوا أعتقد أنه سيبحث أكثر عن التوازن، التأمين الدفاعي أولا أمام فريق مدجج بالعناصر الدولية، نتحدث عن ربما هناك توقف الدوري في مصر عكس الجزائر أين تواصلت المنافسة المحلية، ولكن الأهلي مدجج بالعناصر التي لعبت كأس أمم إفريقيا، وبالتالي لديهم درجة تنافسية يعني عالية جدا، وبالتالي لعبوا في المستوى العالي، حضروا للكان، لعبوا 4 مباريات، أكيد الأمر متقارب من الناحية البدنية بين الفريقين، شباب الوزداد حضر في أفضل ظروف في هذه المباراة، فتح له مركز سيدي موسى الخاص بالمنتخب الوطني، حضر هناك لمدة 3 أيام يعني في ظروف رائعة جدا، في ظروف مثالية تقريبا، ولهذا أتصور بأن باكيتا كان لديه كل الوقت، أي نعم سيعاني من غياب بوصوف الجناح الأيمن المميز وأيضا وهاب بلحي الحارس الدولي، ولكن شباب الوزداد لديه العناصر القادرة على تعويض هذه الغيابات وتقديم مباراة في المستوى. ذكرت حضرتك أن اللعيبة الدوليين في الأهلي خاضوا مباراة أفريقيا وراجعين من خلال منافسات قوية وجاهزية، ولكن الأهلي الدوري كان متوقف ما
بالنسبة للأهلي، في حين أنه كان مستمر في الجزائر لم يتوقف. برؤيتك بقى النقدية والإعلامية وخبرتك في متابعة كرة القدم، لما تحط العوامل دي هنا وهنا، من الأكثر يعني جاهزية بدنية وفنية ونفسية ويعني تركيزا بحكم الظرف هنا والظرف هنا؟ أكيد أستاذ عادل الأمر مختلف بين فريق، يعني من ناحية التنافسية الجماعية، من ناحية اللياقة الجماعية، من ناحية الأوتوماتيزم يعني الجماعي، أعتقد بأن شباب الوداد في أفضل رواق، لأنه لم يتوقف عن المنافسة كفريق وليس كأفراد، لأنه ولا لاعب من الفريق ما عدا ربما رئيس وهاب ملحي الذي كان في تعداد المنتخب الجزائري هناك في كوت ديفوار، كل الفريق واصل المنافسة المحلية، قدم مباريات جيدة، ارتقى إلى المركز الثاني، كان له تعثر وحيد في مباراة البيض ولكنه عاد وفاز على واتسوف مؤخرا بهدفي الكاميروني المتألق حاليا وان باق الهجوم شباب الوداد الكاميروني. يعني من الناحية الجماعية شباب الوداد أجهز، ولكن الأهلي المصري أكيد لم يكن في لياقة تنافسية جماعيا، ولكن الركائز أعلم بأن هناك بعض الغيابات المؤثرة أيضا في صفوف الأهلي، ولكن من الناحية الفردية يعني يضم عدة لاعبين قد يجعلون الفريق يرتقي إلى نفس مستوى شباب الوداد على الأقل من الناحية التنافسية، من الناحية البدنية، ولهذا لا أتصور بأن هذا الأمر سيكون معيق بالنسبة لفريق مثل الأهلي، لأنه أيضا سيلعب، لا أتصور بأن الأهلي سيغامر هجوميا أو سيلعب بضغط عالي يتطلب جهد بدني، بل سيكون على الأهلي المصري ربما تسيير الجهد البدني، تسيير الزاد البدني واستغلال أو الاستثمار في قدرات اللاعبين الذين كانوا في كوت ديفوار هناك في مع المنتخب، لأنهم كانوا في لياقة تنافسية أعلى من تلك التي كان عليها شباب الوداد، لأنك لما تحضر للكان وتخوض منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا أكيد الريتم مختلف أستاذ عدلي، النسق أعلى بكثير من نسق الدوري الجزائري، ولهذا الأمر أقول متوازن ما بين فريق لعب كمنظومة جماعية عدة مباريات يملك تلك العوائل يعني المعالم الجماعية وحتى من الناحية البدنية جاهز، وبين فريق ركائزه الأساسية من المنتخب المصري، وليس أي منتخب يعني المنتخب المصري خاض كأس أمم إفريقيا، وبالتالي يمكن لكولر أن يراهن على بعض العناصر التي يمكن أن ترفع نسق الأهلي في هذه المباراة، وفي انتظار طبعا الاستراتيجية التي سيقرر أن يتخذها كولر في هذه المواجهة، إما أن يكون أكثر تحفظ دفاعي أم أنه سيلعب من أجل الفوز لحسم الأمور هناك في ملعب 5 جويلية الذي يبتسم عادة الأستاذ عدلي للأهلي المصري الذي لديه تاريخ حافل في هذا الملعب، عادة ما يفوز أو يتعادل على الأقل في هذا الملعب. حتى نستكمل الصورة الفنية، وبرضو حضرتك يعني ترى أهمية المشاركة الإفريقية، ولكن هذه المشاركة الإفريقية حرمت الأهلي من الشناوي أحسن حارس في إفريقيا، ومن بيرسي تاو أحسن لاعب في إفريقيا، فعنصرين مهمين جدا يغيبا عن النادي الأهلي. مقابل كان في كلام، وده برضو حضرتك أعرفه منك دلوقتي، إن الحارس الأول لشباب بلوزداد وهو في المنتخب كان قد تعرض لإصابة أو مدى حيشارك، مدى جاهزيته؟ لا اكيد، اصلا رئيس وهاب بن بلحي استاذ عدلي اصيب في تربص المنتخب قبل الكان، وهو ما استوجب على جمال بالماضي استدعاء الحارس زغبه في اخر لحظه. المنتخب سافر الى كوت ديفوار باربعه حراس، يعني حارس اتحاد الجزائر بن بوط، الحارس الاساسي موندريا، بالاضافه الى زغبه كحل تعويضي او احترازي، يعني حل احترازي لغياب رئيس وهاب بن بلحي الذي سيستمر للاسف غياب مؤثر، ولكن شباب الوداد يملك حارسا دوليا اخر هو أليكسيس قندوز. من الجانب المصري هناك الحارس الاساسي الشناوي اكيد غياب مؤثر، والجناح جناح جنوب افريقيا بيرسيتاو غياب مؤثر، نفس الشيء تقريبا يعني من الناحيه المقابله، افضل لاعبي الشباب فنيا الجناح اسحاق بوصوف سيكون غائبا، هو لاعب مهاري جدا، شاهدنا اداءه في مباراه الذهاب في الاسكندريه لما كان يعني وراء كل الكرات الخطيره وضيع فرصه هدف محقق في اخر لحظات امام الاهلي المصري، ولكن اعتقد بان الشباب او الاهلي حتى، اي نعم الشناوي حارس
كبير، وصفته بالافضل افريقيا، فعلا من افضل الحراس في افريقيا، ولكن اكيد الاهلي المصري بالزاد البشري الذي يمتلكه سيكون لديه حلول لتعويض هذين الغائبين، كما هو الحال بالنسبه لشباب بلوزداد الذي سيكون مطالبا باكيتا سيكون مطالبا بايجاد الحل لغياب بوصوف، اما باقحام بكير ربما على الجهه اليمنى او اللعب بثنائي هجومي فقط، يعني باقحام وامبا ومزيان في الخط الامامي. هناك العديد من الحلول التكتيكيه والفنيه لكلا الفريقين، وبالتالي لا اتصور ان يكون يعني ان تكون الغيابات بشكل عام من الجانبين مؤثره على المستوى الفني للفريقين. امور تكتيكيه وذهنيه وبدنيه ستصنع الفارق في هذه المواجهه المرتقبه التي ستكون بضغوطات كبيره على الفريقين، لان الامر صعب في هذه المجموعه، مستوى متقارب او على الاقل حاليا يعني بالنظر لوضعيه الترتيب العام ليس هناك مجال للخطا، واي خطا من اي فريق ربما سيجعله خارج الحسابات في هذه المجموعه. استاذ خالد، اشرت لتاثير اللاعبين البارزين في الفريقين، وامبا الكاميروني مهاجم البلوزداد وهدافه، كيف ترى خطورته وفرصه في المباراه؟ هو مهاجم رائع استاذ ابراهيم، لانه لاعب محطه. الموسم المنصرم كانت له بعض الصعوبات من ناحيه الفعاليه، من ناحيه التاقلم، لا ننسى بانه لاعب شاب عمره 20 عاما فقط، في اول موسم في الجزائر وجد بعض الصعوبات خاصه في ارضيات العشب الاصطناعي، ولكن في المنافسه الافريقيه اظهر بعض البوادر الايجابيه. هذا الموسم وامبا تغير تماما، هو هداف الفريق في الدوري المحلي بثمانيه اهداف، في المنافسه الافريقيه ايضا في كل مره حاسم، يملك مواصفات مهاجم المحطه، يعني البيفو الذي ترتكز عليه الهجمات، قوي بدنيا، قوي في الكرات العالية، يمر بفترة إيجابية جدا، لأن الهداف في آخر مواجهة سجل هدفي الشباب أمام اتحاد وتسوف في ملعب 5 جويلية، يعني يملك المعالم في هذا الملعب، يملك تلك الديناميكية الإيجابية التي يجب أن يحظى بها أي مهاجم. ولهذا أتصور بأن ورغم المنافسة الشرسة من مهاجم آخر محترم الدولي السابق دارفلو، ولكن وامبا فرض نفسه كخيار أول في الخط الأمامي للفريق بالوزدادي، ولهذا هو من أبرز أسلحة باكيتا يعتمد عليه خاصة داخل البوكس، خطير جدا في استغلال الكرات، سواء الكرات العالية التي يتفوق بها، سواء في التوزيع لزملائه كمحطة ارتكاز، أو حتى في عملية الإنهاء يلعب جيدا بالقدمين، مهاجم متكامل. أعتقد بأنه من أبرز أسلحة شباب الوداد هذا الموسم، هو ربما اللاعب الأفضل إلى جانب أيضا مزيان القادم من اتحاد الجزائر، لاعب خبرة أيضا يعرف جيدا أجواء دوري أبطال إفريقيا، وكذلك عبد الرؤوف بن غيث العائد من بعيد هذا الموسم، العائد إلى مستواه في خط الوسط، لاعب بوكس تو بوكس، يقدم الزيادة العددية هجوميا، يدافع جيدا أيضا في عملية التغطية الدفاعية، ولهذا أتصور بأن هذا الثلاثي تقريبا هو الثلاثي الأبرز في الفريق هذا الموسم، وعلى باكيتا استغلال قدرات خاصة وامبا الذي يمر بمرحلة إيجابية، المهاجم الذي يسجل في كل مباراة أكيد عنده الثقة أستاذ إبراهيم، ولهذا أتصور بأن وامبا سيكون من أخطر لاعبي شباب الوزداد في مباراة الأهلي. نشكرك جدا على هذه الرؤية والجولة الفنية. أخيرا أستاذ خالد قبل ما تقفل، من الطبيعي طبعا أمنياتك معروفة كجزائري، توقعك لنتيجة المباراة إيه؟ صعب جدا أستاذ إبراهيم، ولو في عجالة أقول بأن باكيتا إن لعب الهجوم بشكل مبالغ أو فتح اللعبة ولعب بدفاع متقدم، شباب الوداد سيجد صعوبات كبيرة جدا، لأن دفاعه ليس بتلك السرعة أو القدرة على مجاراة لاعبي الأهلي، ولهذا أتمنى أن يدخل باكيتا بتشكيلة متوازنة مع تضييق المساحات بين الخطوط، ويلعب على لا أقول المرتدات أو بشكل تحفظ يعني دفاعي، ولكن يلعب بواقعية على أمل استغلال بعض فوات دفاع الأهلي. أتصور بأن شباب الوداد قادر على الفوز ولو بفارق هدف في هذه المباراة، ولو أنه منطقيا وبنظر لظروف المباراة أرى بأن التعادل أقرب بين الفريقين. التعادل تبدو نتيجة منطقية كما تتوقعها. كل التمنيات للأهلي بالتوفيق، ولشباب بلوزداد تقديم مباراة جيدة في النهاية تليق بفريقين شقيقين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل الأستاذ خالد معزوزي الإعلامي بقناة الجزائر الدولية، وأعتقد يا باشمهندس رؤية كاملة عن بلوزداد. يعني هو طبعا